أتمنى من الناس إنها توقف إحضار الكلاب بالأخص بدون علمي، لأنه هاي ثالث مرة بلاقي صناديق هاي الناس بتجيب كلاب بعرفش مين بتحط الكلاب هاي. مريضة زي هاي الكلب مكسر عظمها ومريضة، علاجها صعب جدا يعني، غير انه صعب بالعلاجات يعني برضو حسب قدرتي مكلفة. يعني هاي الكلبة ما بتتعالج، مكسر عظمها وماكلة بطيخ. فأتمنى ان اللي بده يجيب كلب يحكي معي اول قبل ما يجيب الكلب حسب وضعه وحسب الأدوية اللي عندي. إذا في أدوية في مجال بعالجه، فيش مجال ما بقدر أعالجه. يعني الوضع عندي أنا مش زي أول، صعب صار يعني العلاجات الأدوية كله مكلف. عشان هيك يا اخوان اتمنى انه ما حدا يجيب كلب ويحطه بدون ما اعرف. زي هذا واحد جايب كلب حاطه بالعلبه هاي بالصندوق، ابصر مين هو بعرفوش، وهذا الكلب مكسر عظمه يعني، يعني هذا بده مستشفى ما بتعالجه. وفيش عندي الادويه اللي هي المناسبه لعلاج هذا الكلب. فعشان هيك ان شاء الله يا اخوان اتمنى منكم ما حدا يجيب كلاب الا لما يحكي لي.